السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا عند من؟ عند من؟ عند من؟ وين عبد الحليم؟ معروف عبد الحليم، واش راك عبد الحليم؟ لاباس؟ بخير؟ هاو طيب سلابية للصباح. يا سيدي سلابية خويا سلابية. أروح غطس أروح غطس أروح غطس. أهلا وسهلا. أروح أي. أهلا وسهلا. أهلا بيك ونجيك خويا. وعندنا حنا تاعنا صحيبنا. صحيبنا راه يغطس. انا صباح سبع من رمضان. اه. هذا سبع من رمضان ان شاء الله. سبع نعم، سبع رمضان. سبع الله يبارك. ان شاء الله الصبور والصحراء هذا السبب اللي شوفوا عندي شبارة، بس عندي باقي الامور ها والله توقف. كيفاه؟ هذه باقي الامور اللي صارت لك اللي. ريزارتي كلوكي لا كون شوفوها ما. كيفاه انا وش هو؟ مخلاوة. مخروط وهذا فريس عندك تشيراك اسمع هذا كوكياج كوكياج هذا تشيراك تشيراك عندك مخرخشات مخرخشات سبان عروس والاخر طويل هذاك ها ها ورا ها ها ورا ها ها مازالت خير ان شاء الله الله يبارك الله يبارك المهم نشكركم هيا صحة رمضانكم هذه زيارة هذه زيارة صغيرة وإن شاء الله نزيد نزوركم مرة جاية أو جا الباترون الكبير ها أنا واش راك بخير صافا الحمد لله كل ما حضر يحضر هيا السلام عليكم هيا رمضان رمضان رانا مع البن توجور مع البن الله يبارك الله يبارك الله الله هذا نمير الدوش لا 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 هاك هذا بوينت فون تاع عداله هذيك النهار درنا لكم فيديو كيف يخدموا البن كيف يخدموا كيف يخدموا الزبده جي وهذاك منا ورينا لكم وحده اخرى ثاني فيديو فيها ثاني من البنات عداله بيتي تيست اليوم رانا عندهم بالذات وين يبيعوا البن وين يبيعوا الحليب وين يروح هذا كما راكم تشوفوا تقليدي طاب لو تونو تاع بكري واش راك يا خالد؟ والله الحمد لله. بيان، راك عجبها؟ راك عجبها؟ هذا حليب هذا. هذا حليب. عايش. وهذا البن، راح يصير بيه البن. كما راكم تشوفوا راه يدير في الزبده في البن. لي كليون تاعو. وما يدخلش. هاي وش نقولكم؟ هاي ساعة فطوركم؟ لي كليون تاعنا جيت تشري البن واش تقول في البن تاع بيت عدالة واش؟ وربي يبارك هيا السلام عليكم ساعة فطوركم اون جينيرال هيا السلام عليكم واش راكم هاد؟ صافا نهارك زين عمي بو واش راك؟ لاباس بيان بين براك الروندا ما تروش واقيلا راك صافا راك هايل راك هايل واش يدير بالحانوت تاع بيت جدي؟ يحكم حانوتك يا صاحبي يحكم حانوتك يحكم حانوتك ها ما بيش تلكو صحة اعطي اعطي بعشرة كيلو مش هكدي في حانوتو نوم امك شان حكم حانوتك شان ضربو ترى دورة ترى شوف شوف المدير مخلي الحانوتو ترى الحانوت تاع الناس ما نعرف ليه يعني بورتون حانوت الله يبارك ها بارك فيك تشعلك الضو ما تعلى الضوء لا والو حنا باساجي برك نعقبوا هكذاك برك. انا اجواء رمضان برك اجواء رمضان واش تقولنا رمضان هذا اليوم راه ستيام جور يوم سبع ايام سمانه. ان شاء الله ربي يتقبل منا صالح الاعمال. هاي طونا تاع بنوكايا هذا الصالح هذا. واش بيه صالح هذا؟ صالح القرو هذا هو القرو. واش راك صالح؟ بيان. قايم زعما ولا والو؟ اسرا نزيدو نشوفو ترمو صحاب الدجاج السلام عليكم انا جيناكم واش راكم؟ الدجاج انا راهي طيشه
قال لكم يبيع فيه بطر. يا استاذ تعيب عليك تنيع. شي روح خذ لك ما خايف من الدجاج ولا خايف من العباد؟ غير قولي برك. يا بينا خايف من العصام. واش عصام؟ واش صافا؟ والله غاتب لاباس رحمه ربي خير والله الحمد لله. اجواء رمضان عند عصام. اجواء رمضان اجمل مركز عند عصام. واش راك خالي؟ واش تكون في رمضان هذا؟ الحمد لله الحمد لله بيان والله عارف يا اخي الدجاجه باطل اليوم ولا باطل 19 ما نعطينا جوج دجاجات هيا دوك نعطيك هيا السلام على وراه الله يبارك والله غير مركز مركز يا خالي واش راكم صافا واش راك يا خالي بيان لاباس واش الحاله هذه واش واش تقول المركز هذا اه هذا اللي بركو دز الزرعه هذا هو الشرار والعظام هذا واش كاين شكون يكدو هذا كيما خطوط سمعتكم خطوط ولا با با ايس هاي واش المركز هذا باطل ولا بصوار ها هو نص باطل ونص بصوار ها يا سي بويا يوم بعد نجوك مالي هيا السلام عليكم وربي يعاونكم وصحة فطوركم اون جينيرال غادي نجي نجي بالك ايا بو ها انا عند خضره انا قداه راه فلفل هنا قداه 8000 ها والباقي كلشي بسرعه ايا سيف ايا سي بوي هذا الخضر تاع الكوان كوان تاع راسيان تي في ها بابا فؤاد نهضروا معاه نقولوا السلام عليكم أهلا السلام عليكم واش راكم صافا لاباس بخير شي الغيبه هذه ملي بدا رمضان ما تلاقيناش واش راك والله صافا والله غير لاباس الحمد لله والله غير لاباس راك مليح لاباس والله غير لاباس انا راني الحمد لله انا راني مع رمضان راني بياق باين باين والله غير باين وهذا موتيتشو الله يبارك الله يبارك راه مع خطر تاع الكوان واش راكم صافا لاباس بخير واش هذا الدلاع هذا اليوم راه الزمزي هذا تاع تونس ولا تاع الجزائر هذا؟ تاع الجزائر تاع الجزائر مليح هاي يا اخي صافا لاباس رمضان بيان والله الحمد لله اسعار يا اخي صافا والله ب 5000 هاي مليحه الحاله ب 5000 قلتها فلفل 7000 هاو هابط على التحت والله غير هابط هاو 5000 هاي نهار الطماطم قداه؟ كيف كيف والله غير مليح ولا اسوء مليح بطاطا قداه؟ 4000 والله غير هابط هاي والله غير هاي ارواح المهم ربي يعاونك عراقيك عراقي دور تعطينا شي مشاعر العراقي تاعنا لونسيان تاعنا اروح منا الظل اروح منا الظل اروح منا الظل يا خالي اروح جاك تصور راك تصور تصور اهلا بيك واش راكم صافا لاباس بخير واش راك يا خالي صافا بيان واش العراقي كيما الشعر شعر عطينا شعر صغير شعر دبر راسك انت ليا لك حتى شعر شعر القوه الربانيه اي والله زيد هذه قدرات ربانية الليل مع النهار يزيد الحي من عرض الميت ويزيد الميت من عرض العي اي والله يا سيدي هي الشعر هذاك الشعر نتاع ربي هذا اي والله هو ما يشهو علينا ما تخفلوا ورك مع لي دعاء اك مع لي دعاء ها مبروك يا سيدي اسكتر تنسمعوا لي دعاء واش يسمع نعم الله 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 خويا واش نقول لك صحة رمضانك سلمك كل جيبك. عام انت بخير ان شاء الله قلت كل عام انت زاي ان شاء الله يا السلام عليكم خليكم ها الحوان تاع القش حلين الحمد لله خلوهم يخدموا شويه رانا توجو في اجواء رمضان في راس الواد الناس هاي تمشي السلام عليكم واش راك اخوينا لاباس بخير واش راك مع رمضان هذا انا شوف فيك في القزع اللي فيه لازم لا والله غير مليح لازم لازم نخرجوا لازم نخرجوا لازم المهم اجواء رمضان توجور مع فؤاد ايوه هيا السلام عليكم هيا ست زاده وحوانت محلولين السلام عليكم كاش كاش زلابيه كاش مقروط كاش 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 ما زلابيه كاش ما مقروط كاش والله هاي قطع في الحمل اخوي والله غير ثاني موسي خطر راهي
واش راكم صافا لاباس؟ بخير مع رمضان هذا؟ بيان لاباس آه. الحمد لله صحة ان شاء الله. واش تقول رمضان هذا؟ ان شاء الله ربي يرفع علينا البلاء هذا ان شاء الله ووباء ان شاء الله. امين رب العالمين. كنتوا معنا في اليوتيوب توجو جديد. رانا عن كنار يا ليالي يا لي. انا عام ما زرناش، انا عام ما زرناش. واش راك صافا لاباس؟ صافا صعبة تاع بكري هذاك. تاع بكري تاع لا جونيس. كنا في عمرنا 17 و18 سنة. واش راك؟ صافا لاباس بخير؟ الحمد لله. واش راك داير مع رمضان هذا؟ توجور توجور قايمة والله، غا توجور قايمة. فروي في جهة، ليكم في جهة، والله غا بيان، والله غا بيان. اه والله إيه والله غير حاجة جديدة. أو سيريز أو عنده بابا كيوي أو كان كل شيء هنا تفاح. والله غير مليح يا أخي. صافا لاباس بخير الحمد لله. أيا خليكم على خير. واش نقول لكم؟ صحة فطوركم وكل عام وانتم زين. السلام عليكم. إيه لا لا لا، حانوت كنار ثاني هذا، هذا أونسيا حانوت من بكري كاين هذا. واش راكم صافا لاباس بخير؟ والله غير مع رمضان تاعو جي منا خير. اهلا اهلا. واش راك صافا؟ واش مع رمضان هذا؟ واش والله غير ربي الحمد لله. والله غير كيما العاده، كيما العاده عند كنار عنده كل شيء، عنده كل شيء. ها واش تحوسوا؟ عنده لي فروماج كامل، عنده لي فروماج اللي خلقهم ربي وكله وعنده. انا نوكا ثاني واش جا على خاطرك كاين؟ اه فوالا اللي يوجعوا راسو يجي لهنا، اللي ما يلقاش يجي. واش راك صافا مع رمضان هذا؟ الحمد لله. واش تقول لنا الجماعه تاع فرنسا وتاع اليوم يتفرجوا فينا؟ واش تقول لهم؟ نقول لهم، نقول لهم صحه رمضانكم، صحه فطوركم، صحه سحوركم ثاني، وان شاء الله تفوزوا بالصحه ولهنا. امين رب العالمين. اللي راهو بعيد على دارهم ان شاء الله يجي عقبوا معاهم ثاني العام الجاي ان شاء الله. راك تشوف الناس رايحه اصلاً منهم. ربي يفرج عليهم. هذا ما كانوش راح نزيدوا. هيا السلام عليكم. هيا صحه فطوركم. السلام عليكم. السلام عليكم. انا ندخل انا محل تاع قش تاع اولاد. على بالنا بلي راه مجمعه في ازمه، ونقول لكم على في ازمه. ها شوف، ها الاولاد صغار. ازمه هذه جات من المرض، من المرض كوفيد 19 يا خي هكذا كلها من كوفيد 19. وعلى بالي بلي قش تاع الصيف ما دخلش. كاين شي قش تاع الصيف فوالا، راكم عندكم قش تاع الشتاء، ومام حتى عندكم قش تاع الصيف تاع العام الاول ديفيسيلمون باش تقدر تبيعوا. مشكل باش تبيعوا. شوفوا الناس يقول لك يقول لك يعرفوا ديجا، عادوا لي جون وهذاك منا عادوا يعرفوا القش، عادوا واعيين في القش. يعني من بكري لي جون سوتو لي الجيري ولي زالجيريان معروفين بالقش. اش علاش تجيب يوم سمعني يقول لك تجيب جديد؟ تجيب جديد فوالا. واش تقول لنا في الوضع هذا؟ والله غالي يجي من عند ربي تفاعل الحمد لله. حنا نلتزموا برك وندخلوا الناس بشويه وندير السيكيريتي تاعنا، والحمد لله تشوف حنا مسكرين الباب، ندخلوا بزوج بثلاثه يشوفوا ما يشريش يخرج يخرجوا ونسكروا الباب. هو الباب مسكر. ومامكم دايرين الاخرى كم دايرين الاخرى. يدخل السيد هذا يقدر، احنا الحانوت ثاني يهز ثلاثه اربعه دوك. يدخل السيد هذا نعاودوا نخرجوا نسكروا الباب. فوالا هو حاول يدخل، هو حاول يدخل. خليه حتى تخرج حتى يدور اخرين، يبقى الحانوت فرغان ندخلوا ندخلوا بشويه. هاي مليح. هاي واش نقول لكم انا؟ واش تقول على رمضان هذا؟ والله الحمد لله اللي جمع عند ربي تفاحه، ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وربي يجيب الخير وخلاص ان شاء الله يرحم والديك. السلام عليكم. رانا اليوم تلاقينا مع شراد. شراد كولور تاعنا خويا. واش راك خويا لاباس بخير؟ بيان. واش راهي صحه اجواء رمضان؟ واش هذا مع اجواء رمضان مع فؤاد؟ واش راك اجواء رمضان؟ راه ان شاء الله تكون مليحه، ونشكروا اتصالات الجزائر من هذا المنبر، ونشكروا كل الاخ فؤاد، ونشكروا منير ثاني الاخ منير قاتل اللي يخدموا اللي عامل هنايا في اتصالات الجزائر. نشكروا كامل العمال وبارك الله. يعطيك الصحة خويا. رمضان كريم. ان شاء الله بون باركور، ان تري بون باركور. رانا مع سي منير. واش راك يا منير لاباس؟ الحمد لله. ما تعطينا كلمة على اجواء رمضان في راس الواد هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السنة جا رمضان شوية استثنائي مع الوباء العالمي تاع كورونا. صحيح. اجواء ماهيش كانتش مثل اجواء السنوات الماضية، يعني سهرة رمضان، صلاة التراويح، الناس تتحرك، كلش كان استثنائي. ولكن معليش احنا اليوم لازم
نتعاملوا مع الوضع بعقلانية باش نتغلبوا على هذه الأزمة. لازم نتعاملوا حذر ونتبعوا الإجراءات الوقائية. والله غالب جار مبارك أنه شهر مبارك وعزيز علينا وشهر يعني عزيز على كل المسلمين، ولكن الله غالب جات ظروف هذه تاع الوباء وحياة الإنسان أغلى من أي شيء، لذلك لازم الناس تقتدي بالإجراءات الوقائية وإجراءات العزل وتخفف الاحتكاك قدر المستطاع، إلا ما تخرج إلا للضرورة، يخرج واحد فقط من الأسرة ويكون هذا يكون رب الأسرة، يخرج هو اللي يقضي حوائج الأسرة ويرجع للبيت. أما خروج بدون أي سبب والله حبذا لو الناس تتجنبه، تجنب الاحتكاكات باش نحصروا هذا المرض ونقصوا الخسائر قدر المستطاع، وإن شاء الله نخرجوا من هذه الأزمة إن شاء الله وتسلك الناس كامل. نتمنى الشفاء العاجل للمرضى كامل ورمضان مبارك للجميع. أعطيك ساعة سي منير، السلام عليكم. ساعة أخرى ما عنديش أنا. أعطي له جيل البافيه، أعطي له واحدة. السلام عليكم، هذا خديجة عيدي محمد، جيت والمكسور في الكوان، رانا ما بعد الخبز راه شوف سي منير ترى الخبز هذا، هذا هو اسمه هذا اليوم فاصلي هذا. هذا من أخي هذا بريوش بيا بريوش. هذا اللي تحت عندك منا توري. هاي والله فيه اكرب. هذا خبز عادي. خبز هذا خبز عادي. هذا هذا خبز عادي. هذا خبز المسوس. هذا خبز عندكم حتى المسوس هنا عندنا المسوس ديال المرضى. وهذا هذا عندك المسوس. خبز المسوس الله يبارك. خبز الدار. هاي والله خبز الدار تاع بكري هذا. تاع بكري هذا. واش تقولوا في رمضان هذا؟ هيا ترى المعالي ما يا رمضان تاع السنة يا ربي 20%. 20% ما كاينش، ناقصة شوية. ناقصة شوية. ناقصة شوية. الله غالب. والله ما سمعت. المرض هو اللي قال ربي يزعل لنا الضر. واش قلت؟ ربي يزعل لنا الضر. أي والله. خف علينا. آمين رب العالمين. خدمة كما تشوف. وأنت الحاج واش قلنا الحاج؟ تا الحاجة ما يتفرجوا فيك في فرنسا، في فرنسا ما يشوفوك يعرفوك. ربي إن شاء الله يرفع علينا هذا البلاء هذا إن شاء الله. آمين. وكل الجزائر في مكانها. آمين رب العالمين. آمين رب العالمين. والمساجد تفتح. إن شاء الله، هذا هو مصح. هذا المكان. هذا هو مساجد المصح. يا أخي راكم تبعوا فيا كل جمعة جمعة لايف، راني ندير في اللايف كل جمعة. خيركم تبعوا. تبعونا برك. هاي مولكم أنا وش نقولكم صحة ولا هنا صحة فطوركم إن شاء الله نصوموا رمضان بصحة ولا هنا وأنا نقول لهم إن شاء الله عندكم زيارة خفيفة وحدة أخرى إن شاء الله. هاي السلام عليكم. هاي بسم الله رانا مع لي بانتر هنا. واش راك دير أخويا؟ أنا نحسنو. وإذا حسنوك صايم ولا فاطر؟ أنا صايمين ربي يقدرنا إن شاء الله ويبعد علينا البلاء هذا إن شاء الله. آمين رب العالمين. هذا بالبانسو هذا كنا معاه هذا صعب الرولو. واش الرولو؟ واش هذا كعقبها؟ انا ما با راكم صايمين؟ اه والحمد لله. والله غابيا. وانت واش راك دير؟ الكراني السنه ترى شافوا الكراني ياه. الله غير عقب الكراني يا خالي يخدمه. واش قلت في رمضان هذا؟ واش تعطينا كلمه صغيره؟ كلمه صغيره. كلمة صغيرة على رمضان، صحة رمضانكم، ما تعرفش تهدروا ولا كيفاش؟ صحة رمضان. صحبي هذا هذا. قول ولا ماكش مول في الكاميرا؟ والله غالبك رمضان أنت. شم ولا تكيف؟ شم ولا تكيف؟ شم ولا تكيف؟ وكيف غالبك هذا؟ جيعان جوع. غالبك كاشك. يا أخي صافا. والله لاباس. صحة سيدي، صحة رمضانكم. وصحة فطوركم وإن شاء الله ديما زاهيين هكذاك. هيا السلام عليكم. السلام ورحمة الله.